نعلم أن الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي تفضل أي صلاة في المساجد الأخرى في ثواب الأجر، ولكن هل الزيادات التي زيدت على المسجدين لها نفس الفضل أم أن الثواب والفضل في أصل المسجدين أي في المساحة القديمة؟ صح في الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام بمكة 100,000 صلاة فيما سواه كما رواه الطبراني وابن خزيمة، وفي المسجد النبوي بالمدينة 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام كما رواه مسلم، وهذا واضح في مساحة المسجد التي كانت موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طرأت على المسجدين زيادات في عصور متعددة كما كثر عدد المترددين عليهما للصلاة، فكيف يكون الأمر لمن لم يستطع أن يجد له مكانا في المساحة المحدودة؟ اختلف العلماء في فضل الصلاة في الزيادة الطارئة على الأصل، فقال النووي الفضل خاص بالأصل دون الزيادة، مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي هذا، فالإشارة إلى ما بناه هو وحدده لا ما بناه غيره فيما بعد، لكن قد يرد عليه بأن الحديث قال هذه العبارة ليخرج المساجد الأخرى لا ليخرج الزيادة في مسجده، والنووي وحده هو صاحب هذا الرأي وقيل رجع عنه. أما جمهور العلماء فقالوا إن كل زيادة في المسجدين لها هذا الحكم، فقد سئل مالك رحمه الله عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بما سيكون بعده فزويت له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، ولولا تحدثه بما يكون بعده ما استجاز الخلفاء أن يزيدوا في مسجده بحضرة الصحابة دون أن ينكر عليهم أحد. قال ابن تيمية وهو الذي يدل عليه كلام المتقدمين وعملهم، وكان الأمر عليه زمن عمر ابن الخطاب وزمن عثمان، فزادوا في قبلة المسجد وكان وقوفهما في الصلوات وفي الصف الأول في الزيادة، وما بلغني عن أحد من السلف خلاف هذا، ويشهد له روايات وإن كانت ضعيفة مثل لو مد هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي، وقول عمر رضي الله عنه لو زدنا فيه حتى بلغ الجبانة كان مسجدا للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا فضل الصلاة في المسجد وزياداته. أما الصلاة خارج هذه الزيادات فلا تعطى هذا الثواب، وإلا لصلى الناس في بيوتهم، وبخاصة أن الحرم يتجاوز مكة التي قد يتسع عمرانها ويدخل فيه المزدلفة وله حدود معينة، وأرى أن صفوف المصلين خارج المسجد لو اتصلت بالصفوف التي داخله يرجى لها ثواب الصلاة في المسجد، وإن كان الحرص على الصلاة داخل المسجد يجعل الإنسان يبادر بالذهاب إليه حتى يجد مكانا فيه، والمبادرة لحضور الصلاة مطلوبة، والله أعلم.